في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها وحفاظا على الصحة العمومية، تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني برغاية بالتنسيق مع فرقة الأبحاث للدرك الوطني برغاية من وضع حد نشاط شخص مشتبه فيه يقوم بترويج وبيع السموم وسط الأحياء السكنية الجديدة برغاية. بعد التحري والتحقيق تم تحديد هوية الشخص المشتبه فيه وتوقيفه. أسفرت العملية عن حجز كمية من الكوكايين تقدر ب 52 غرام، قطعة مخدرات، كيف معالج، أسلحة بيضاء، ميزان إلكتروني خاص يستعمل لوزن المواد الدقيقة، 10 أقراص مهلوسة نوع بريغابالين 300 ميلي غرام، مبلغ مالي قدره 24 مليون سنتيم. كما تم حجز السيارة التي كانت تستعمل في نقل وتوزيع المخدرات. بعد استيفاء الإجراءات القانونية سوف يتم تقديم المعني أمام الجهات المختصة إقليميا. وطنيا نيوز، الواقع من المواقع.